المفروض اللي يدي توصيف للحاجات اللي زي كده ما يبقاش الراجل البياع اللي في شركة كيماويات، واحنا قلنا جميع شركات الكيماويات المفروض يبقى فيه فني في المكان بتاع البيع علشان خاطر ما يضرش الناس ويشتري منتج يملى بيه السقف كله ده كده ويشرخ تاني. عندك بص اي شرخ في الدنيا طالما في شرخ يبقى ليه سبب. تمام. لو اتعالج السبب الشرخ ده شويه ميه باسمنت يقفله، انما طول ما في سبب وانت عمال تقفل فيه يفتح في منطقه ضعيفه تانية حتى لو انت استخدمت ماده قويه. جميل قوي. ساعه المطر دي واحد عمل اسمنت الشقق اللي تحت ورمت. طيب بص 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 هو طبعا الاسمنت ده اساسا عامه مش هيفيد السطح لوحده في حاجه. ليه؟ لان هو اساسا لما اتضر الضر قبل كده بسبب المطره كان في خرسانه. ده جديد؟ لا ما هو جديد قديم، هو مش الاسمنت القديم بقى وحش فمعدي الميه. هو الاسمنت عامه ليه القدره النفاذيه على انه يعدي الميه، فده ليه علاج. لازم يكون الحاجه اللي هتتحط فوق عندها القدره ان هي ما تعديش الميه. يعني بص هو الراجل بتاع الشركه بتاع الكيماويات قال له على ماده وبعد، وده للاسف لان هم طبعا ما عندهمش فكره ولا علم ولا هندسه، هو عايز يبيع منتج وخلاص، تشاور له وتشرخ الحاجه تاني بعد ما خلصت. الكلام طبعا مش كويس. ده اللي حصل؟ لا بص ده في مادتين، ما انا هقول لسيادتك ده في ماده. انت هتعمل لنا بس حاجه هنا بنسميها رقبه ازازه. والعمود ده بص انا هقول لك على شويه حاجات بقى كده ركز معايا فيهم. اولا التعشيش ده، لا التعشيش طبعا في مواد دلوقتي موجوده ورخيصه وحلوه وممكن بالوضع اللي انتوا عاملينه ده تعزل المكان ده كله بالكامل. لا 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 في حاجه احسن. مواد في شركه كيماويات البناء الحديث، بس طبعا مش هقول اسمها عشان الاعلان بتاعها. مشاهد زي عزيزي المشاهد زي ما انتوا حضراتكم شايفين انا طبعا اخترت كام مكان كده في الفتره الاخيره اللي احنا كنا بنعاين فيها الاسطح. ناس عزلت بمادة أسمنتية من خلال بقى الرجل الفني أو الصناعي أو العامل أو البياع اللي موجود في شركة البناء، وفي ناس استلمت بيت وعزلت بطريقة خاطئة زي اللي انتوا شايفينها كده. طبعا هنا ظهر العزل كله باين وده بينشف وبيجيب مية من وراه، وفي ناس كانت بتجيب مواد عشان تعالج شروخ فقط فوق. انا عايز اقول لكم حاجه، ما حدش يطلع من الحلقه ارجوكم، الحلقه مش طويله والله، بس عايز اقول لكم زي ما بيقولوا اللي احسن من الشغل ظبط الشغل. لازم عشان خاطر اشتغل في موضوع زي ده لو انا هصرف اقل حتى المصاريف، المفروض ان واحد يجي يعاين المكان السطح اللي انت عايز تعزله، يشوف حالته ايه الامكانيات الماليه بتاع حضرتك اللي تسمح انك انت تعزل بيها. في حاجات بتبقى غالية وكويسة جدا، وفي حاجات بتبقى شوية رخيصة عن الحاجات الغالية قوي دي، لكن انت المفروض ان يبقى في اصول للعزل. اولا اختيار نوع المادة، حالة السطح بتاعك، هل محتاج ان هو يترمم من فوق، في شروخ، في فتحات، اذا كان في بلاط، في بلاط مدغدغ مكسر. ممنوع كمان زي ما انتم شايفين في الصورة تركيب الاطباق الدش اللي موجودة بالاواعد دي على السطح، طبعا دي خطيرة جدا لحالة نزول المية، لان المية بتنزل من خلالها، بتتخلل من خلالها، الراجل عازل بانسومات ومكلف جامد، لكن الاطباق دي بتنزل من خلال الجوانب بتاعتها المية، فتحات مواسير زي دي موجودة، كل دي مناطق ضعف تنزل المية.
المية تجري طبعا في الرملة اللي هي موجودة تحت البلاط، إذا كان في بلاط وما كانش في بلاط بتشربها السقف، لأن الأمطار لما بتقعد فترة كبيرة بيبتدي الكتلة الخرسانية بعد ما بيتشبع السطح تبتدي المية تدخل في العنصر الخرساني بالكامل وتقوم بعملية صدأ الحديد. قبل إحنا ما نوصل لموضوع صدأ الحديد وحدوث انحناء في الأسقف من تحت أو انفصال الطبقتين زي ما الناس بتبعت لي وبنشوف الكلام ده على الطبيعة، حدوث صدأ كبير جدا، سقوط كتل خرسانية على الناس، كفاية الذعر، ده أقل الخسائر اللي بتحصل في موضوع سقوط الخرسانة، أقل الخسائر هو الذعر وخسارة مالية. يعني تتوالى بقى الحدود الأكبر من ذلك أن يكون في طبعا خسائر في العفش اللي موجود أو الأساسات، وبعدين طبعا أقصى حاجة هي خسائر في الأرواح والعياذ بالله. أرجوكم موضوع العزل ده موضوع خطير جدا، داخل على حضراتكم الشتاء، كل عام وحضراتكم بخير. مش تجيب أي صنايعي ومش تجيب أي خامة، يا إما تقدم خطوات سليمة أيا كان تكلفتها، يا إما ما تقدمش عليها علشان خاطر ما ترميش فلوسك على الفاضي. وأنا كان يهمني قوي الحلقة دي، أنا كنت ممكن أجيب لكم ناس كتير قوي قوي قوي، معاينات كتير، أعمل 30-40 لقاء أو مقاطع لأسقف كلها فاشلة في موضوع العزل. خدها حتى على جنب كده في زاوية، حتة صغنطوطة كده، شوف أتأكد إنه فيه فوم ولا لأ. هو كده هو فيه يا باشمهندس. بلط بلط هنا، بلط واعمل صف. بص بقى ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله وتخلص فيها. انا اللي جزمتي كده بس، انا حاسس ان في فوق. طب افتح حته صغيره كده بس، حته صغيره نشوف هو عزل ولا فوق. انا تهيألي ولا هي الجزمه بتاعتي اللي هو رمل ده ولا ايه؟ يا ريت يبقى فوق حاجه محترمه. لا يبقى جزمنا هي اللي كده. الجزم ايه هي اللي كده؟ جايبين على التيك توك امبارح جزمه ب 2 مليون. اعمل بصبعك بقى وخلاص. ليه يعني؟ انا عايز اسالك انت ليه يعني؟ استفزتني وانت اول واحد اكلمه بعد ال. لا في حاجات ملهاش معنى. طب يعني ليه؟ طب فيها ايه؟ ما انا ده السؤال اللي بساله. ايه؟ ده اللي استناه له هيضرب فيه. الاسود ده بس خلاص بس. ارسم بقى بشويه دول كده. واحنا بقى ان شاء الله كده نبقى نجيب لهم شويه اسمنت صغيرين كده قد كده. طبعا كانت الخرسانة طرية تحت رجلينا واحنا ماشيين، فحبيت ان انا اعرف هل هو الراجل اللي عزل السطح ده استخدم مادة الفوم كعازل حراري تحت اقدامنا تحت الطبقة الاسمنتية اللي انتوا شايفينها دي، لكن بعد ما فتحنا لقينا مفيش فوم عزل بيه تحت الخرسانة. مبدئيا اول حاجة موضوع المحارة، كل الاسمنت حتى لو انت مش عايز، بس هو الشروخ دي مش كويسه. لازم الشروخ دي تتقفل. ارجو الاهتمام، دي ارواح ناس، احنا مش عايزين من حضراتكم غير انكم انتوا تهتموا بنفسكم، واللي بتعجبه الماده بتاعتنا يا ريت يتابعنا ويشترك بالقناه ويفعل زر الجرس للكل عشان نتشجع ودايما نستمر معاكم ويوصل لكم دايما كل جديد. القاكم في حلقه قادمه، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.